ويستمر العطاء ولا يتوقف في كل المناسبات وعلى مختلف الأصعدة والظروف. تواصل مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري توزيع شنطة الخير، شنطة رمضان، لكل أهالينا خاصة كبار السن والمرضى والأرامل والمرأة المعيلة وذوي الهمم في الدقي والعجوزة وأرض اللواء وجنوب الجيزة، متحدية كل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على العالم أجمع، ولكن المؤسسة حرصا منها على مواصلة الدعم الدائم والمستمر والمساندة في كل المناسبات والمواسم، وعلى مدار 40 عاما لم تتوقف أو تتوانى عن إدخال البسمة على وجوه أهالي الجيزة بل وجميع أنحاء الجمهورية. أصر النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة على مشاركة الأهالي مناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأعطى توجيهاته للسيدة سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإصدار تعليماتها بإعداد وتجهيز المقرات واستقبال المئات من السيارات المحملة بالأطنان من المواد الغذائية والتي بلغت أكثر من 400,000 شنطة. كما قام فريق المؤسسة بالعمل على مدار 24 ساعة لمدة شهر كامل بسرعة إعدادها وتجهيزها قبل بدء عمليات التوزيع، إلى جانب فانوس رمضان لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال. كما قام فريق العمل أثناء التوزيع بتنظيم المواطنين في طوابير حفاظا على سلامتهم لاستلام شنطة الخير في سهولة ويسر. الأهالي كعادتهم عبروا عن فرحتهم وامتنانهم بما تقدمه المؤسسة لهم على مدار سنين طويلة، حيث وجهوا الشكر لكل القائمين بحسن الاستقبال وطيب المعاملة. دورهم كويس جدا وبيقوموا بدور واجب ومع الناس كلها الصراحة، واحنا مبسوطين من الحاجات ديت، ووقفوا عمل خير كتير غير الحاجات ديت، كمان ليهم نشاطات تانية مع الناس الناس المعوقين واللي بواحدة بتتجوز والناس الأيتام والكلام دوت. لا مش مقصرين، الناس كلها واقفة هيك الحمد لله رب العالمين، الناس كلها كويسة والناس لا الحمد لله الحمد لله ربنا يدام عليه بس. سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله رمضان سعيد على الناس كلها وعلى أمة محمد أجمعين يا رب. شكرا لجمعية أبو العنين. لا ناس محترمة الصراحة وكل الناس محترمة بجد، يعني كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. أنا بشكر الأستاذ محمد أبو العنين من زمان، مش من الوقت، من أيام من سنين عيالي كانت لسه في أولى ابتدائي وهو بيساعدني، وأنا بشكره وربنا يبارك له. كل طول ما هو واقف مع الفقير ربنا يبارك له، أي حد يقف مع الفقير ربنا يبارك له. شكرا جمعية أبو العنين بجد على اللي بيعملوه مع الناس ده ويشيلوا العبء عننا، كتر خيره بجد، يعني بيساعد مع الدولة. ربنا يخليهم ويطول في عمرهم ويرزقهم بقرش حلال يا رب. كل سنة وانتم طيبين ومتشكرين قوي قوي قوي، كل سنة طيبين. الأستاذ محمد أبو العنين يعني بصراحة الله يكرمه ويبارك له، يعني هو بيعمل حاجات كتير قوي خير للناس، يعني بيقف جنب الناس في كل حاجة، يعني مش مقصر في أي حاجة بصراحة، حتى الأعياد والمناسبات ما بيقصرش في أي حاجة، ربنا يكرمه. كل سنة وانتم طيبين للجمعية والأفراد اللي شغالين على الجمعية وكل الناس اللي بتساعد الناس الغلابة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. انتم طيبين ودعي لكم خير يا رب على أولادكم، ما تتحرجوش لحد ويبعد عنكم المرض يا رب. كتر ألف خيرا، ربنا يزيدهم ويخليهم للناس اللي زي حالاتنا وزي الناس الغلابة برضه. والله العظيم ما في منه اتنين في الجمهورية كلها، بقول يا رب يبارك في عمره زي ما بيساعد الغلابة، يساعد الله في الدنيا وفي الآخرة. شكرا، ربنا يخلينا الرجالة ديت يا رب، ودايما فاكريننا كده وبارك لنا فيهم كده يا رب، وكل سنة طيبين. شنطة ما شاء الله عليها اللي بيديها لنا كل سنة، في العيد الكبير بيدينا رز وصلصة ولحمة. الله يبارك له أبو العنين ويعليه، يعني الراجل بيعمل خير والله. خير لا ينقطع تحرص عليه دائما مؤسسة أبو العنين. وستقيم المؤسسة أثناء شهر رمضان الكريم موائد رحمن ثابتة ومتنقلة في شوارع وميادين الجيزة.